يا مساء الفرح والسعادة عليكم، وحشتوني جدا جدا من امبارح النهارده، وان شاء الله كده النهارده يكون يوم لطيف وخفيف على قلوبكم يا رب. والحقيقة يعني تكونوا ما تعبتوش زي من الحر، مع اني متأكدة ان كلكم تعبتوا من الحر النهارده، والموجة اللي فجأة دخلت علينا كده واحنا مش فاهمين ايه اللي حصل، وفجأة من الخريف للصيف بجد يعني. بس خلونا كده قبل ما نتكلم عن مواضيع حلقتنا نشوف فرح عملت ايه في الحر ده. لا انا بحب الحر قوي دي صراحة، بحب الصيف. انا من الناس اللي بتتبسط بالصيف قوي، بحس بطاقة ايجابية كده بقى، بيفكرني بالرمل والبحر والسفر والكلام الحلو قوي ده. يا رب تبقى حلقه جميله عليكم، بتبقى خفيفه كده ويبقى فيها مواضيع بتفيدكم فعلا. على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نجيب لكم حاجات موجوده على ارض الواقع فعلا تفيدكم وتهمكم في يومكم في برنامجنا انتي على شاشه اي تي سي. وكفايه ان احنا معاكم كل يوم ان شاء الله وفقرات متنوعه. وقبل بقى ما نبدا بفقراتنا تعالوا ندردش شويه زي كل يوم في شويه اخبار حلوه ولذيذه كده. يلا ابدا انتي بقى. يلا النهارده معايا خبر وانجاز جديد لبنوته مصريه، بس هي تعتبر يعني اختنا الصغيره كلنا، وهو فوز بطله مصر هنا جوده ببطوله افريقيا لتنس الطاوله للسيدات. ما تفتكروش عشان قلت سيدات ان هي ست كبيره، لا هي ما شاء الله هنا بنوته صغيره عندها 14 سنه. ما شاء الله عليكي بجد، بنمسك الخشب، فخورين بيكي جدا يا هنا وبانجازك الجديد، وان شاء الله دايما كده من اعلى لاعلى. طبعا انتوا طبعا عارفين ان دي الاخبار المفضله بالنسبه لي، يعني انا بحب دايما ابدا ببنت او بست تبقى عملت حاجه مميزه جدا. ما شاء الله هنا قدرت تفوز على فاطمه. مين فاطمه؟ فاطمه هي بطله نيجيريا. الحلو بقى في انه ايه، ان هنا كسبتها على ارضها ووسط جمهورها بنتيجه 4-0 في المباراه النهائيه، يعني في اقل من نص ساعه هي تحصد لقب اصغر بطله في تاريخ القاره. حقيقي برافو يا هنا، يعني هنا كمان مسمينها معجزه رياضيه، يعني وسائل الاعلام بيقولوا عليها كده. ليه؟ لان هنا من وهي 9 سنين هي بتكسب بطولات، وهي دلوقتي 14 سنه ودخلت مسابقه سيدات، يعني حاجه كبيره، وما شاء الله قدرت تفوز وتبقى موهبه استثنائيه تستحق كل الدعم والتشجيع. الف مبروك وكلنا فخورين بيكي. يعني ما شاء الله عليكي يا هنا بجد، كلنا فعلا فخورين بيكي، بنوته جميله زي ما قلت لكم، اختنا الصغيره مواليد 2007 بتحقق انجازات النهارده ضخمه وتاريخيه. هي ما قدرش يعني نقدر نقول يحققها ناس كبار في السن، وده يمكن انا دايما بقول ان مش شرط السن ابدا ابدا يكون هو العامل الاساسي، ولا الخبره ولا الممارسه. يعني دايما لما بيكون في انسان موهوب وعنده وربنا مديله الملكه في اي مجال هو بيشتغل فيه، سواء بقى رياضه سواء مجال في الشغل سواء اي حاجه، وبيركز على تحقيق اهدافه، بيكون هي دي النتيجه، انجازات بقى، بطولات، كل حاجة حلوة. وده الحقيقة يعني مش أول إنجاز تحققه هنا، اللي بدأت تلعب تنس الطاولة وهي عندها 4 سنين بس. هي كمان ما شاء الله عليها في المركز الأول في التصنيف الدولي للمراحل السنية تحت 15 و17 سنة، وده التصنيف اللي بيصدره الاتحاد الدولي للعبة. وكمان كمان ما شاء الله كانت وتم تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفال المرأة المصرية أيقونة للنجاح في اليوم العالمي للمرأة. نموذج مشرف جدا جدا، نتمنى ليكي دايما النجاح وتفضلي كده مكسرة الدنيا دايما ومحققه ارقام قياسيه تبهر العالم كله. وكفايه يعني ان انت بلدك فخوره بيكي، وتبقي يعني زي ما هايدي قالت فعلا انه السن ده مجرد رقم. صح. لا الصغيرين مش قادرين يعملوا، ولا الكبار مش قادرين يعملوا، الكبار بيقدروا يعملوا كل حاجه هم عايزينها، والصغيرين قادرين يثبتوا نفسهم في مكان كبير جدا. خلوني بقى اتنقل معاكم دلوقتي لدراسه. الدراسة دي بقى هتعمل ايه؟ هي بتنصف الراجل، دراسة بتنصف الراجل، علشان ما تقولوش ان احنا في برنامج انتي جايين عليكم. في دراسة كده بتقول او خليني اقول لكم قبل ما الدراسة بتقول، في سؤال دايما بيتسأل، ليه الراجل او ليه الرجالة مش بتركز مع مراتاتهم او زوجاتهم لما بيتكلموا معاهم؟ ليه مش بتهتم بكلامي؟ ليه مش مديني اهتمام كافي؟ ليه مش سامعني؟ طيب خليني بقى اقول لكم ان الدراسة دي براءة الراجل، براءة الراجل من هو مش مهتم او مش بيسمع. بتقول الدراسة حاجة غريبة شوية، وهو ان الراجل بيلاقي صعوبة في التعامل مع صوت الست، يعني دماغ الراجل محتاجة تبذل مجهود مضاعف عن الطبيعي عشان تسمع وتركز في كلام الستات. يعني ايه؟ لما بيلاقي مثلا صوتها مدلل شويه، او صوتها اخف شويه، او دلوع، او صوتنا رقيق بالطبيعي احنا كده،
فهو تقريبا دماغه مش بتترجم الكلام قوي او بتاخده على محمل اللي ما فيهوش جديه قوي. ليه؟ لان احنا واحنا متعصبين طبعا بنطلع وننزل والصوت بيرفع اكتر وبيحصل لنا حاجات واحنا بنتخانق غريبه، فهو مش بيقدر يترجم الكلام ده، ففعلا مش بياخد الكلام على محمل الجد. لكن ده مش بيحصل وهو بيتخانق مع راجل مثلا، راجل صوته خشن زيه او حنجرته قويه، فهو عنده انه يسمع صوت راجل بالنسبه ليه اسهل من انه يسمع صوت ست. يعني عقله بيترجم الموضوع ابسط واسهل. انت قصدك ايه يعني؟ لا انا مش قصدي للدراسه، انا مالي يعني انتوا قصدكم ان انا لازم النهارده اتخن صوتي وانا بتعامل مثلا مع جوزي او مع مثلا زميلي في الشغل عشان ياخدني على محمل الجد؟ طب بذمتكم ده كلام؟ يعني حد كده يتضايق من النعومه والحنيه والدلع والكلام الحلو؟ وبعدين بقى يعني اهو ده اكبر دليل بيقول ان الرجاله مخهم فيه حاجه غلط. يعني يا جماعه مش كده برضو، يعني ما فيش لا احلى ولا احن اساسا من صوت مراتك، هي كانت بتطمن عليك وبتسال انت عامل ايه. بس برضو خلينا نقول ان الموضوع ده بيقول ايه النهارده؟ بيقول ان الصوت العالي او طريقه الكلام العاليه او التون بتاع الصوت الراجل ما بيقدرش يستقبله، او بيحس ان هو بيعمل له نوعا ما كده زي نفور او توتر او حاله من الازعاج. وزي ما قالت فرح ممكن ما ياخدش كلامنا على محمل الجد بالزبط. مع ان ممكن تكون الكلام بتقال لا انا بتكلم جد كويس جدا وبديك اسباب منطقيه وبديك دلائل مهمه قوي، بس انت النهارده عموما اصلا فكره ان يبقى الصوت عالي ده اصلا فكره مرفوضه تماما وبتخلي الطرف اللي قدامك يحس ان انت ضعيف. بس النهارده الست لو بتتكلم بصوت واطي بصوت هادي كده ورزين ممكن ياخدها على محمل الجد. لا وغير كده كمان انه احنا لازم يا هايدي ننقي الوقت اللي بنتكلم فيه. في دراسه تانية بقى خالص انا قريتها، هي بتقول ايه؟ ان الراجل ما بيعرفش يعمل حاجتين مع بعض في نفس الوقت. يعني ما ينفعش مثلا يبقى هو قاعد بيتفرج على ماتش، وانا قلت لكم اقرب مثال ماتش ان امبارح كان في ماتش والنهارده في ماتش كمان، فانا بجيب لكم اقرب مثال. ما ينفعش يبقى هو قاعد مثلا بيتفرج على الماتش ومركز جدا واعصابه اصلا مشدوده بما فيه الكفايه وانت بتتكلمي على مصروف البيت دلوقتي. طيب ما انت اختاري الوقت التوقيت انت تتكلمي فيه عشان يقدر يسمعك، لان هو مش سامعك. فهو هيعمل ايه؟ اما هيسكتك يقول لك طيب 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 ماشي، او هيتخانق معاكي يقوم يقفل التلفزيون، او هيعند معاكي لان هو اصلا مش مركز. فاحنا لازم اختيار الوقت، امتى ازاي فين قاعدين مثلا، خلاص دلوقتي انا عايزه اتكلم معاك سيب التليفون، او مش لازم هو مثلا بيتكلم في ميتنج عنده حاجه على الواتساب بيبعتها، مش لازم. اختاري الوقت تتكلمي امتى عشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. انا همي وهدفي في الاخر انك توصلي كلمه الهدف اللي انت عايزه انك توصلي له في الاخر، لكن تتكلمي في اي وقت او هو مشغول هو مش سامعك. مش سامعك يعني مثلا تتكلمي ايه؟ ما ينفعش تتكلمي هو جعان، استني مثلا كده في نص الاكله ما يبقى الاكل كده طعمه حلو وخلاص هو شبع تبداي تتكلمي، لكن هو جعان تتكلمي معاه هو مش سامعك. ما بيعرفش يعمل حاجتين في نفس الوقت، فاختاروا الوقت المظبوط. انا معاكي جدا يا فرح ان الست طبعا لازم النهارده تختار وقت مناسب تتكلم فيه مع جوزها، وكمان الطريقه. يعني ما ينفعش يبقى الصوت عالي، ما ينفعش يبقى التون نفسه. في مثلا ستات وبنات صوتها اصلا عالي، يعني هي اصلا ما بتعرفش تتحكم في القصه دي، تقول له انا ما بزعقش والله انا بتكلم. فده بيكون راجع اي نعم لطبيعه الشخصيه، بس انا اعمل مجهود معلش مضاعف شويه علشان الكلام بتاعي يتاخد بحسن نية. لان النهارده انت ممكن تتكلمي مثلا مع جوزك وصوتك يبقى ده الطبيعي بتاعه، او مع خطيبك او مع زميلك في الشغل، بس انت صوتك رفيع. فعموما رفع الصوت كمان بيدي علو كده في الطبقه واحنا بنتكلم، فده بيخلينا نترجم غلط، نتشاف ان احنا النهارده لا احنا بنزعق. والحقيقه والله احنا بنزعقش ولا حاجه، احنا بنحاول نتكلم والله بنحاول نتكلم يا جماعه مش اكتر. فنقدر نقول كده كمان ان كل راجل ليه دخله. يعني الست النهارده الذكيه والبنت الذكيه هي اللي تعرف جوزي بيحب اتكلم معاه امتى، جوزي بيحب التفاصيل اللي ادخل له منها ازاي. ده مش غلط على فكره، هو يمكن ربنا اصلا مميزنا بحته كده ان احنا متعددين المهام، بنعرف نعمل كذا حاجه في نفس التوقيت. فزي ما فرح قالت مثلا هو ربنا مش مدي الحته دي للراجل، هو ما بيركزش غير في حاجه واحده بس. فحتى لو انت قادره تعملي الموضوع ده وقادره تتكلمي مع جوزك وتكوني مركزه وفي نفس الوقت كمان تعملي حاجات تانية، فمعلش بالراحة كده خديها على الهادي، خديها على الهادي، واعرفي ان ربنا انت مميزك بحاجة لطيفة طبعا. جدا، وهي انك بتعرفي تقري كويس قوي، بتعرفي الدخلات والمفتاح كده، مفتاح ببساطة ازاي انا ادخل للراجل اللي في حياتي او جوزي او اللي يهمني امره. وفي الاخر يعني
بالراحه علينا خلينا برضو يا هايدي نتفق اتفاق يا جماعه، يعني خلونا مثلا انه راجل او ست، يعني النصيحه دي لا هي للراجل لوحده ولا للست لوحده، لما نيجي نتكلم مع بعض لازم نحترم بعض 100%. بمعنى ايه؟ مش فكره عاليه الصوت والحاجات دي كلها، دي ده المفروض انه شيء يبقى موجود من البدايه، لكن اقصد ان احنا نركز في كلام بعض. يعني مثلا انا وانت عايزين نقعد نتكلم النهارده على اي حاجه، انا عايز اطلب منك طلب، يبقى انت لازم تديني وقت ليا، تخصص لي وقت، سيب التليفون، اقفل الفيسبوك، سيب اللعبه اللي انت قاعد بتلعبها، اديني اهتمام كامل. ما ينفعش انا ابقى انا قاعده بكلمك وانت قاعد ماسك التليفون وعامل كده، انا غصب عني هتنرفز، غصب عني صوتي هيعلى، انت مش مديني اهتمام وانا عايز اخد اهتمامك، فهضطر اعمل حاجه اشد انتباهك، هعلي صوتي، هقول كلام مستفز، ما هو انت مش مركز معايا، والعكس صحيح لما يجي يكلمك. فخلوا دايما ان احنا جايين نتكلم مع بعض دلوقتي يبقى نتكلم مع بعض. هنقعد نتفرج مع بعض على فيلم يبقى نسيب تليفوناتنا، يبقى تركيزنا في الفيلم. هناكل مع بعض يبقى نحترم الاكل ونسيب التليفونات، لان ده اصلا شيء بديهي ان احنا نحترم الاكل ونسيب التليفون. فخلوا لما نعمل حاجه نديها حقها 100%، علشان من جوانا غصب عننا كده، ايه ده هو مش مديني اهتمام، ايه ده هو انا مش مهمه، دمها هيتحرق، فهتعمل اكشن او هتعمل فعل مش هيعجبك، اذا فانت هيبقى رد فعلك مش حلو عليها، والموضوع كله جاي من حاجه صغيره، ان انت ماسك التليفون او ان انت مش مركز معاها. فخلينا نتفق الاتفاق ده، ندي لكل حاجه حقها واحترامها. هو مشغول ماسك التليفون سيبيه، سيبيه، هو مش هيمسك التليفون 24 ساعه، خليه يبعت المسج اللي عايز يبعتها عشان يسمعك بودنه الاثنين وتوصلي الرساله في الاخر بتاعتك. صح كده؟ معاكي جدا جدا رأيك. جدا التقدير، وفعلا اركز في كلام الطرف اللي قدامي، ده اصلا اتيكيت ونوع من انواع الذوقيات، يعني الف ب. فلو حصل ده فعلا احنا يعني هنتجنب مشاكل قد كده. المهم خلونا كمان نروح لدراسه هي النهارده بتوضح لنا انا ازاي اقدر اتجنب اخسر شريك حياتي. النهارده ازاي اعمل امور بسيطه جدا جدا. وطبعا انا لما بقول دراسه ده معناه ايه؟ معناه ان الموضوع ده اتجرب على الالاف، تمام. المهم في الدراسه دي هم حصروا ان انا ازاي ممكن انجح العلاقه او اتجنب ايه عشان العلاقه مع شريك حياتي تفشل. حصروهم في 7 نقط، ويعني السبعه قدامنا طول الوقت على فكره، بس احنا اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها، فهنقول لكم بالتفصيل كده عشان تاخدوا بالكم. اول حاجه معانا هي الفشل او الخوف من الفشل. يعني ايه النهارده الخوف من الفشل؟ طب انا داخله علاقه وانا عارفه ان العلاقه دي انا مختاره البني ادم اللي قدامي، مبسوطه بيه، مرتاحه معاه، متقبلاه كشريك حياتي، فانا ليه خايفه؟ بمعنى انك بتخاف ان شريك حياتك ده يبطل يحبك او يبعد عنك. يعني مثلا في ناس عندها خوف من فكره العلاقات ان هي تفشل. في ناس بيبقى مرت في حياتها بتجارب مش كويسه، بتجارب عملت لها ازمات في حياتها، هي اتأذت نفسيا قبل كده، فايه اللي بيحصل؟ ده بيخليها عندها طول الوقت خوف من ان هي تخرج كل المشاعر اللي جواها. مثلا يعني ممكن يبقى الشخص اللي قدامه، وده على فكره مش بس في العلاقات اللي هي الزوجيه او بين خطيبك او بين اي حاجه، انت ممكن تقابلي ده في صاحبتك، ممكن تقابل ده في صاحبك، بتلاقي ايه مثلا؟ ان البني ادم اللي قدامك انت متأكد ان هو بيموت فيك وبيحبك، بس هو بيعمل ايه؟ هو مش بيطلع كل مشاعره ليك طول الوقت، بتلاقيه كده عامل مساحة، عامل جاب طول الوقت، حاسس ان في كلام كتير قوي، وممكن يكون تصرفاته باين عليه ان هو بيحبك، بس هو خايف يطلع المشاعر دي كلها. وفي ستات كتير على فكرة النهاردة بتشتكي من قصة ان انا مثلا جوزي ما بيقوليش كلام حلو، انا جوزي مثلا بدخل عليه وانا عاملة فعل تحفة، عاملة حاجة حلوة قوي ومتأكدة ان هو هيكون مبسوط مني جدا. وهنا راجل او ست احنا بنحب التقدير، يعني بنحب حد يقول لنا كده برافو، انا مبسوط جدا، انا الحمد لله حاسس ان معايا اعظم حد في الدنيا. بس هو بيلاقي اللي بيحصل، هي بتلاقي مثلا ان هو بيديها كلمتين زي ما بيقولوا كده بالقطاره، بيديها كلمتين حلوين بالقطاره. طب ده ليه؟ علشان هو فسروه ان هو خايف انه يدي كل اللي جواه ويتصدم او يتعب او يحصل اي حاجه. فده كان اول سبب معانا، وهو الخوف من الفشل. فعلا يا هايدي الخوف من الفشل بيسبب الفشل، زي لما تبقى خايف انك تغلط فهتغلط. ببساطه لما ما تبقاش حاسس بالامان في العلاقه فده بيخليها خايفه على طول، لحسن يسيبها يختفي، مع الوقت هيزهق مني، مع الوقت مش هيحبني زي الاول، ما خلاص انا قدامه 24 ساعه فاكيد الحب هيقل. الخوف عامه الخوف ده فكره،
فبتتحول لمشاعر. يعني افكار بتخوفني، الافكار بتخوفني دي بتديني مشاعر، المشاعر دي بيديني تصرف، فانا ببتدي اتصرف على الاوهام او المخاوف اللي غير منطقيه. هي تبدو منطقيه كفكره من بعيد كده شكلها حلو، اه فكره شكلها تبدو حقيقيه، لكن هي على ارض الواقع هي مجرد فكره، بس انت حسيتيها اديتك مشاعر، فالمشاعر اداكي رد فعل على ارض الواقع هيخليكي تهدمي بيتك او تهدم بيتك لانك خايف طول الوقت، لانك خايفه طول الوقت. فالخوف مش بيخليك تستمتع بهنا ودلوقتي. احلى حاجه في العالم يا جماعه هنا ودلوقتي. مثلا في ناس كتير قوي بتبقى خايفه من بكره، انا خايفه لحسن بكره يجي ومعرفش، انا خايفه لحسن اغلط دلوقتي، انا خايفه لحسن يحصل لي حاجه كمان نص ساعه. طيب انت ما تعرفش في ايه جاي كمان نص ساعه، يعني في حاجه بتقول لك ذا باور اوف ناو، خليك في دلوقتي، القوه بتاعه دلوقتي حالا، انت في دلوقتي. انا ما يهمنيش كمان ايه في دقيقه، ايه المشكله، ايه اللي هيحصل كمان دقيقه، انا مش مسيطره كمان دقيقه ايه اللي هيحصل، بس انا مسيطره على اللحظه اللي انا قاعده فيها دلوقتي قدامكم. اذا افكر في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي، كمان دقيقه ايه اللي هيحصل، هبقى اتصرف لما ده يحصل. استمتعي واستمتع، لان اليوم يعني اليوم اللي بيمشي مش هيجوا غيره خلاص. استمتعي ان انتوا سافرتوا، استمتعوا ان انتوا نزلتوا، استمتعوا بكلمه بحبك وبحبك، لانها ممكن ما تتقالش تاني او ممكن تتقال تاني في ظروف اوحش، فخليكوا في الظروف الحلوه اللي انتوا فيها، ولما يبقى يحصل الظروف الوحشه نبقى نرجع لها. طيب خلوني بقى ادخل معاكوا على تاني حاجه وهي مهمه جدا، انك بتخبي انت بتقبض كام او انت بتقبضي كام. يعني تخيلي كده ان اي يعني ما تبقيش مطمنه هو بياخد كام، او يعني عامه انك تحس ان انت جوزك مش عارفه بياخد يعني بيقبض كام او بياخد كام او اي حاجه، دي حاجه صعبه قوي يا هايدي صح؟ انا بالنسبه لي لازم تبقى الامور دي واضحه وصريحه عشان كمان انا ما اطلبش منه حاجات فوق طاقته، يعني فاهمه قصدي؟ بالظبط، يعني انا لازم ابقى عارفه جوزي بيقبض كام، مش لازم ابقى عارفه، بس الفكره في انه احنا اللي احنا الاثنين في حياه بنشارك كل حاجه مع بعض. انا مش فارق معايا انت بتاخد 10000 جنيه 20 30 5000 جنيه 2000 جنيه، بس لازم احس ان انت بتشاركني اقل تفاصيلك. لما انت تبقى بتخبي عليا المصروف او بتخبي عليا انت بتقبض كام او بتخبي عليا انت معاك كام في البنك بتاعك، يبقى انت كده في عقلي الباطن بقى انت اكيد في حاجات تانية مخبيه عليا انا ما اعرفهاش، يبقى انت بتخبي عليا كتير. اذا في عدم امان ما بيننا، فلازم يا جماعه ما تخبوش على بعض اي حاجه. وهو اللي يجي يقول لك يعني مش انت بتقبض كام، انت البونص هينزل لك امتى، انت مش عارف مين بيعمل ايه، لا اوعي تعملي كده، بس خليه هو يحس بالامان ان هو بيقول لك، مش استغلال بس يعني عشان ما حدش يفهمني غلط، مش استغلال. لا بس في ناس ما بتحبش اصلا ان هي تقول، يعني حتى لو راجل ومراته لا هو ما يقوليش انا عندي ذمه ماليه منفصله، وهو لو راجل يقول لا انا مش انا مكفي بيتي ليه اقول. هو صح إيه؟ هو صح على فكره، هي وجهه نظر صح انك مش لازم تقول بالتفاصيل، بس الفكره ان هو بيبقى موضوع امان، يعني هو مش شرط يقول بيقبض كام، بس يستحسن علشان الست تعرف او تخطط او تدبر ميزانيه بيتها. يعني ما تطلبش حاجه مثلا مش في مقدرته. مثلا انا بالنسبه لي في دماغي بقى انا جوزي بيقبض 10000 جنيه وهو ممكن يبقى في الحقيقه بيقبض 5000 جنيه، فالطبيعي ان انا يعني الطلبات بتاعتي كترت وهو بيقولي لا وانا مش عارفه بيقولي لا ليه. في دماغي ده بخيل، ده حريص، ده مش عايز يبسطني، لا. فهو هنا لما تعرفها مثلا يا فلانه انا بقبض في حدود مثلا ال 5000 جنيه، اذا فانا مطالباتي ومطالبات البيت ومطالبات العيال تبقى في حدود الخمسه او اقل. طيب انا بقبض اكتر، اذا يبقى مطالباتي في حدود الاكتر. لكن طول ما انت مخبي عليها هي هتحس ان انت يا اما بخيل يا اما يعني مخونها، فدي مش بتبقى حاجه حلوه لما هي تحس بعدم امان من ناحيتها. صح عندك حق يا فرح. طبعا يعني هاجي بقى كمان للنقطه الثالثه في الدراسه وهي بتحذر منها جدا، وهي فكره الروتين. يعني الحقيقه كلمه روتين اصلا في اي نوع من انواع العلاقات في الحياه، حتى في الشغل على فكره بقى مش شرط في العلاقات، اي حاجه فيها روتين فهي بتجيب فكره الملل والزهق وان مفيش تجديد واللي بنبات فيه بنصبح فيه. صح. وانا حياتي دي بتخلص وهتخلص على كده، وانا خلاص كده يعني مش هيحصل حاجه جديده في حياتي. دي حاجه اصلا ممكن تخلي كمان تحديدا بقى في العلاقات الواحد عايز يطفش من العلاقه دي، هو حاسس ان هو ده البني ادم بشكل الحياه دي اللي انا هكمل معاه لاخر يوم في عمري. ده غير بقى كمان يعني ان طبعا الاسباب كتير جدا جدا فيها، مثلا ان هم خلاص ما بقاش في بينهم اصلا لغه حوار. يعني النهارده هم انا مثلا في قبل كده حد كنت بتكلم معاه راجل يعني، فبقول له طب يعني ليه المشاكل دي؟ قال لي تصدقي انه ما فيش مشاكل،
احنا اصلا ما بقيناش بنقعد نتخانق مع بعض. طب انت تصدقي ان احنا اساسا ما بقاش في كلام بنقوله لبعض؟ يعني انا النهارده قاعد مع مراتي، عارف ان لو سالتها مثلا ايه رايك في الالم ده، انا عارف هي هترد تقول ايه. ما بقاش في لغه حوار بيني وبينها تماما. طب انا النهارده ممكن اعمل ايه عشان اغير الروتين ده؟ انا النهارده ممكن اول حاجه كان انا بس على الاقل اخصص وقت اقعد اتكلم معاها واتكلم معايا ايه اللي بيحصل جديد كل يوم. لازم بقى كمان هرجع لفكره ان انا لازم لو حتى هنقعد نتكلم مع بعض ابعد الموبايل. يعني اصلا فكره الموبايل لوحده ده كنا لسه بنتكلم فيها ان هي بتفصل، فلازم النهارده نقعد نتكلم مش عارفه ايه ويبقى في بيننا لغه حوار لطيفه. اكسر الروتين حتى بهديه، ده يعني ده احنا دايما بيقول لنا تهادوا تحابوا، يعني اعملوا اي حاجه صح تكسر الروتين وتبقوا مبسوطين بيها. اتفرجوا على مسلسل، اعملوا مع بعض لعبه جديده، رياضه جديده. انت النهارده لو ما عملتش مجهود علشان تنجح العلاقه انت او انت، العلاقه بتاعتكم هتفشل. صح. ولو روتين دخل هو عامل، عارفه انت عارفه القاتل كده اللي هو بيسموه ايه، المجهول اللي هو بيدخل يدمر كل حاجه. صح. صح. ومفيش حد عارف هي ايه اللي حصل والضربه جايه منين بالظبط. طب على سبيل بقى الكلام اللي انت بتقوليه، النقطه اللي جايه مرتبطه بالروتين، هي خوف من التجارب الجديده، يعني حتى لو كانت بسيطه. مثلا خايفه تجربي مطعم جديد يطلع وحش فتبقى الخروجه اتحسبت عليكي فمش هتروحي مطعم تاني، خايفه تسافري مكان جديد مع جوزك لحسن ما تتبسطوش واتحسبت عليكي سفريه. طبعا دي حاجه غلط جدا، لان لازم غلط عليكي انت اكتر ما تبقى غلط عليه، لان لازم تكون العلاقه فيها دايما جديد، فيها دايما حاجات جديده. رحنا مكان جديد، عملنا ذكريات في مكان جديد، كنا مطعم جديد حتى لو طلع وحش ايه المشكله، اديكي خضتي التجربه فمش هتقرري المطعم ده تاني. صح. تقولي لصحابك المطعم ده وحش محدش يروحه، مثلا ما اتبسطناش في الفندق الفلاني عشان مش حلو. انا دايما بشوف ان افضل كسر للروتين هو ان احنا نجرب حاجات جديده في اي مجال واي مكان واي وقت، حتى لو هتروحوا تتعلموا هوايه جديده مع بعض، حتى لو هتروحوا النادي تنزلوا الجيم تتعرفوا على ناس جديده مع بعض، بس هتكسروا الحاجه اللي انتوا بتعملوها كل يوم. ده كمان عايز اقول لك على حاجه، يعني لما احنا دايما بنجرب حاجه جديده ده بيبان علينا بعدها بكام يوم. يعني مثلا رحتي في الويك اند سافرتي مكان يا هايدي، رحتي في الويك اند اتعشيتي في مطعم جديد، ده ممكن ما يبانش عليك الانبساط في ساعتها، بس لما ترجعي شغلك هتأدي بطريقه احسن، لانك صح خرجتي الطاقه اللي جواكي، لان احنا مش مكان يا جماعه شغالين 24 ساعه، لا محتاجين نفصل ونطلع اللي جوانا ونقابل ناس جديده ونروح اماكن جديده. ده بيفرق جدا جدا جدا، خصوصا لو مع اهم حد في حياتك اللي هو جوزك، شريك حياتك اللي صح انت اخترتيه. عندك حق يا فرح الحقيقه. وهتفسحيني فين طيب الويك اند؟ المكان اللي انت تختاريه انا هوديه لك. انا محتاجه افصل قوي بصراحه. طيب نيجي بقى للتصرف الخامس اللي فعلا ده بقى يعني ممكن يخسرك شريك حياتك النهارده، وهو الصمت. في كده ناس كنت لسه بنتكلم عن الروتين، فده مكمل برضو لموضوع الروتين. تدخلي كده تلاقي البيت صامت ساكت هادي، مفيش اي حاجه، صمت، عدم مواجهه، مفيش كلام. بيسموه كده اسم علمي، بيسموه الخرس الزوجي. تخيلين الخرس الزوجي، ان النهارده اكتر واحد انا اخترته والمفروض وعايزه اكمل معاه حياتي علشان بقى في بينا كل حاجه حلوه وفي بينا حاجات كتير مشتركه وفي وفي وفي، النهارده كل واحد بيبقى في حاله، ولا ليا ولا عليا، هات الفلوس هات المصاريف، طب خالنا ايه عامله لنا ايه، بس مفيش حد بيتكلم مع التاني الا بالصدفه. ده كلام علمي ومظبوط وموجود. تاني هقول لكم الموضوع ده بيكون مفيش لغه حوار تاني، مفيش اي اهتمامات مشتركه، يعني ممكن كان في حاجات مشتركه وانعدمت تماما، فبقى الموضوع بقى يعني نقدر نقول ان هو بقى داخل كده في حته غامقه وحته صعبه قوي. يعني يا ريت يا جماعه نبعد لما نيجي النهارده مع بعض، في حاجات بتكره وبتعمل نفور للاتنين اللي مع بعض. ايه بقى فكره ان انا طول ما انا قاعده بديك اتهامات وبديك مجرد ما انت تتكلم معايا فانت تبقى متحمل ذنب حاجات مش عارفه ايه، فايه اللي بيحصل النهارده؟ الطرف التاني بيتجنب الكلام، بيقول لك لا 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 انا هوجع دماغي ليه، انا مش عايزه اتكلم. فكره ان انت النهارده تبقي داخله على حد وعارفه ان هو هيديكي على طول او ما تتكلمي معاه تقولي لا يبقى احنا نسكت احسن. طبعا صح طبعا، لانه اهم حاجه لغه الحوار ما بيننا تكون كويسه وبنعرف نفهم بعض، لان كل ما هبقى متضايقه هسكت فهشيل جوايا اكتر، فده هيكسر حاجه بيني وبينك في المستقبل بالزبط. اني مش هعرف اتكلم معاك بعد كده خلاص، لانه عارفه ان انت دايما بتضايقني بالكلام او دايما مش بتسمعني او او او. ففعلا يا جماعه تبقى حاجه صعبه جدا لا
لما ما نسمعش بعض او لما ما نطلعش اللي جوانا او لما نطلعه مع الناس الغلط. يعني انا مش المفروض لما ابقى متضايقه منك اطلع الكلام ده مع مامتي او مع بابايا او مع صاحبتي او مع اختي، لازم اطلعه معاك انت، لاني كل ما هطلعه بره كل ما هعيش دور الضحيه اكتر. ودور الضحيه بيحب الطبطبه، فلما يطبطب فانا هشيل من ناحيتك اكتر. ما هو اللي بيطبطب ده حد خارجي، الام، الاب، الصحبه، القريبة، مش انت. لكن لما انا اقولهولك انا مش دور الضحية، انا بشتكي لجوزي ان انا متضايقة منه من 1 2 3، او العكس صحيح بيشتكي لمراته، فكده هنكسر الحاجة اللي مضايقانا من بعض وهنساها بكرة. لكن لما اشتكيها لحد غيرك انا مش هنساها، انا هفضل فاكراها، بل هتزيد من جوايا. يعني خلينا اقول السواد هيكتر، يعني انا بتكلم معاكم بلغة عامية كده، السواد هيكتر. ما انا متضايقة هصحى بقى الصبح انا متعصبه ومش طايقاه كده وحاسه كده انه مش عارف ايه. فلو عارفه لو جيشها مثلا كوبايه الميه كده حطاها هنا، ده قاصد يضايقني، ده مش منظم، ده مش عارف ايه، عشان انا مكبوته، عشان انا شايله منه حاجات كتير. فكل ما نطلع اول باول، دي حتى حاجه علميه وصحيه 100%، كل ما نطلع كل ما نحس ان احنا احسن وصافيين لبعض اكتر. عشان كده كده بكره هيحصل حاجه يخليكم تشيلوا من بعض، مش تشيلوا من بعض بس، الطبيعي ان احنا يعني الحياه بنشد كده مع بعض وبنزعل وبنتضايق، ما احنا مش ملايكه، فما ينفعش حاجه تيجي على حاجه. لا، لما حاجه بكره تيجي تبقى حاجه امبارح واول امبارح احنا صفناها خلاص وبدانا يوم جديد على صفحه بيضاء زي ما بيقول. عندك حق يا فرح. وبعدين في كمان نقطه مهمه قوي وارجوكم بلاش تعملوها تحديدا، يعني بصراحه اللي دايما بشوف بيعملها، ومش عايز اظلم بس الرجاله بيعملوها كتير قوي، دايما بيقلل من شريك حياته، دايما بيحسسك ان انت اقل، وان انا يعني بهد فيكي، ممكن تبقي انت ست عظيمه في حاجات كتير جدا بتعملي حاجات كتير لطيفه، بس هو شايف ان هو ده الطبيعي، ما كل الستات بتعمل كده. خليني برضو اقول نفس القصه، طبعا برضو في ستات بتعملها، ان مثلا ده انا كفايه ان انا اتوضعت وقبلت بيك واتجوزتك اصلا، هو انت مش عارفه كان ايه؟ ليه دايما بنقول كلام سلبي، نقول كلام محبط؟ ليه دايما بنكسر في بعض؟ وعلى فكره احنا اللي باقيين لبعض، يعني انا النهارده انا وجوزي عندنا اولاد، انا اولادي هيكبروا ويدخلوا مدارس وكليات ويتجوزوا وعندهم حياتهم المستقله، في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هبقى انا وشريك حياتي اللي عايشين مع بعض. فحقيقي حقيقي انت كده بتعمل عقده لشريك حياتك، وبتخليه طول الوقت حاسس ان انا البني ادم ده بيهد فيا وبيكسر ثقتي في نفسي، وانا مش عايز يعني مش هقول لكم مش عايز اتعامل معاه، مش عايز اكمل معاه. صح. فلا يعني النقط دي فعلا مهمه جدا يا فرح، اتمنى ان هي تكون وصلت للناس واحنا اتكلمنا فيها باستفاضه، علشان يعني ايه نوصلها بكل اللهجات وبكل اللغات اللي ممكن نقولها. خليني بقى كمان اقول لهم اخر حاجه خالص، اخر نقطه ويمكن اهم نقطه، بلاش تتخانقوا يا جماعه ارجوكم على الواتساب او على الماسنجر او على الشات بصفه عامه، لان البادي لانجويج مهم جدا، ان انا ابقى شايفاه قدامي، شايفه في عينه انه متضايق، انه فرحان، انه متعصب، انه انا هعرف اسيطر على كلامي. لكن على الواتساب انا بكتب قطر مش شايفه حاجه، وهو نفس الكلام، وبكتب وانا مش شايفاه قدامي، لكن وانا شايفاه قدامي شايفه الحب، شايفه حبيبي اللي انا اخترته، شايفه كل حاجه انا اخترتها. فيبقى حتى لو انا في عصبيتي جدا وشايفه حاجه قدامي، بس برضو في حدود للعصبيه قدامه. لكن على الواتساب الموضوع ساعات بيوصل لبلوك والطلاق على الواتساب، عشان احنا مش شايفين بعض. صح. مش شايفه البادي لانجويج، مش شايفه حبيبي او حبيبتي اللي انا اخترتها او اللي انا اخترته. فبلاش خناق خالص على الشات، وبلاش خناق يا ريت اصلا يعني. لو بعدين يا فرح الاي كونتاكت مهم قوي، طبعا يعني انا ممكن مثلا لو بحب حد يعني خلاص، لو صاحبتي ببص في عينيها وانا بتخانق معاها ممكن اضحك اساسا يعني. المهم دلوقتي بقى هنقول لكم عندنا ايه النهارده. يلا. عندنا بنات بجد يعني عاملين مبادره هايله هايله هايله، هم ما شاء الله عليهم زي القمر اصلا. المبادره اللي عاملينها اسمها سيدات على الطريق لتعليم السكوترز، ازاي اقود سكوتر، وفي نفس الوقت كمان بيدربوا البنات على ان هم يشتغلوا دليفري. بصراحه يعني حاجه بره الصندوق وحاجه عظيمه، انا سعيده بيهم جدا. قدروا ان هم طبعا يضربوا عصفورين بحجر النهارده، يعني مش بس عصفورين، يمكن شويه عصافير كده، ان هم مش بس بيمارسوا رياضه وبيعملوا حاجه بيحبوها وحاجه بتخرج الطاقه السلبيه، لا ده هم كمان بيفتحوا باب رزق، ومنها كمان ان هي دليفري او توصيل زي ما بنقول، يعني حاجه بقى تريحهم من الزحمه. ومثلا لو انا النهارده ما عنديش في امكانياتي ان انا اجيب عربيه واتعرض لا قدر الله لاي مضايقات
زايد في المواصلات او اي حاجه، فانا النهارده انا بعتمد على نفسي بشكل كلي وبجيب سكوتر وبقدر اسوقه. النهارده معانا اصحاب المبادره هم رحمه محمد ومادون عادل، والحقيقه يعني انا سعيده قوي ونفسي قوي اسوق سكوتر. يعني انت بتعرفي تسوقي؟ لا بصراحه عمري ما جربت، بس نفسي هنتعلم. يعني نفسي اجرب، هنتعلم النهارده يعني حاجه جديده. طيب خليني بقى نروح للفقره الاخيره، هيكون معانا ساره سيف مؤلفه كتاب تندر في بيت الجده ثريا. ده بيتكلم عن ايه بقى؟ عن الارتباط من خلال تطبيقات التعارف، الحب، الكلام ده كله، وكميه النصب اللي بتبقى على البنات بسبب الموضوع ده، وازاي بقى البنات بنستغل مشاعرهم والحاجات دي كلها. ده حتى كان في فيلم معمول على منصه اسمه تندر بيتكلم على الموضوع ده، ان هو بقى عشان انا بحبك ومش عارف ايه وكده، فمش عارفه انا مزنوق في حاجه فبعتي لي فلوس، ففف استغلال مشاعر على شكل الحب. حقيقي قضيه مهمه جدا اننا نتكلم عليها، وده مش معناه ان كل التجارب على التطبيقات دي بتكون سيئه، طبعا لا، بس احنا لازم نحذر الناس من المشاكل اللي بتحصل او الارتباط اللي بيبقى من النوع ده، لان ساعات بيودي في مشاكل كتيره جدا وبيبقى موضوع خطير جدا، فاحنا محتاجين نتعرف عنه اكتر عشان ما نقعش في المشاكل دي باذن الله. يعني ان شاء الله يا فرح. طيب خلونا نروح لفاصل، بس قبل الفاصل كده هسيبكم مع تقرير الحقيقه هايل عن مؤتمر عشرينات القرن العشرين نظمته وزاره الثقافه امبارح بحضور دكتور ايناس عبد الدايم. تعالوا يلا نشوف التقرير ونشوفكم بعد الفاصل. بنحتفل بأول أولى فعاليات عشرينيات القرن الماضي أو مئوية العشرينيات. ده كان الحقيقة كانت نداء من مفكرنا العظيم أحمد عبد المعطي حجازي من خلال عدة مقالات كانت في الأهرام. استجبنا سريعا جدا جدا، واجتمعنا بالفعل كوزارة الثقافة لكل قطاعاتها فورا، لأن طبعا يعني هذه الحقبة مهمة جدا جدا. تعاقب ذلك عروض مسرحية من هذه الحقبة، حفلات موسيقية، معارض الفنون التشكيلية، معارض للخط العربي أيضا، وطبعا هيكون في جزء كبير عن العمارة. أكثر ما ميز هذه الفترة أنها قد شهدت كثيرا من ملامح التغيير التي شكلت حياة المصريين في مختلف المجالات وعلى كثير من الأصعدة. فترة ساهمت في إعادة تشكيل المجتمع ثقافيا وسياسيا واقتصاديا. هو ده الانعكاس الحقيقي للحياة، الفن مرآة المجتمع. خلاص الثقافة هي معدل التطور، تستطيع أن تقرأ مستوى أي دولة من خلال ثقافتها وفنها. الثقافة والفن في ذلك الوقت بقى من سيد درويش لمحمود مختار لنجيب الريحاني بعد كده وبديع خيري، في أشياء كثيرة جدا طغت على المنطقة وأشعرتنا دائما أن هناك ميلاد جديد لدولة ليبرالية حديثة. سيدات على الطريق، الاسم ده سمعناه كتير قوي الفتره الاخيره، تقريبا كان موجود بقوه شديده على السوشيال ميديا الكام يوم اللي فاتوا. مجموعه بنات زي القمر ما شاء الله قرروا ان هم يعملوا مبادره يعلموا بيها غيرهم سواقه السكوتر. طبعا الموضوع مش موضوع بس تعليم سواقه، لكنه كمان بيساعد على فتح باب رزق للي حابب ده. يعني بمعنى مثلا انه في المدربه بتعلم اللي هي البنت اللي عايزه تتعلم او الست اللي عايزه تتعلم، فهي ممكن تاخد الموضوع ده كمشروع توصل بيه طلبات، كمشروع توصل بيه بنت او ست زيها. طيب ايه سبب بقى؟ دي تفاصيل طبعا هنتكلم معاهم عن المبادره الجميله دي وايه سببها، هنعرفها من ضيوفنا اللي منورينا في استوديو. انت رحمه محمد مؤسس مبادره سيدات على الطريق، كريمه رمزي مدربه في المبادره، اهلا بيكم. اهلا بيكم، منورينا جدا. وبعدين يعني انا اول حاجه عايزه اعرف قبل المبادره والكلام عنها، الفكره اصلا جات لك ازاي يا رحمه؟ انا اصلا من وانا صغيره بحب ركوب العجل جدا. كنت على طول اعمل مشاكل بسبب الموضوع ده، وكنت على طول اتخانق مع اخويا بسبب ده، وهو رافض ان انا اركب عجل وانتي بنت، وانا كنت اهرب واروح اركب عجل. وفين؟ في الشارع عادي؟ في الشارع. ما بيهمكيش حد؟ لا بس لا، ركوب العجل ملوش علاقه بالبنت والراجل، عادي ده كل الناس بتركبه. لا بس في الشارع في المناطق الشعبيه بيبقى فيها مشكله طبعا.
لما لقيت الموضوع ابتدى يظهر بقى شويه على السوشيال ميديا حبيت ان انا بقى لا يعني ده مجالي بقى وانا لازم انا لازم ادخل بقى انا لازم ادخل وادخل بقوه يعني اتدربت واشتريت السكوتر وابتديت الاول بعمل بيه المشاوير العاديه والبسيطه زي ايه يعني؟ يعني اودي مثلا ابني المدرسه اجيبه من المدرسه اروح مثلا اي مشاويري العاديه عند اهلي ايا كان. طب معلش يا رحمه الحاجات البسيطه دي يعني. انت حصل لك حاجه خلتك تعملي ده؟ يعني مثلا حد ضايقك في المواصلات في ما هي دي هي ما كانش ده السبب بس انا اكتشفت بعد كده ان هو بيحميني من ده طبعا انك بتبقي لوحدك ومش بتتعرضي لاي حد يضايقك ما بقتش بقى اشوف حد في الشارع بقى خالص انا ماشيه في طريقي ولا حد بيعكس ولا حد او حتى اللي بيعكس انا مش في دماغي اصلا مش شايفاه ومش سامعاه انت لانك لوحدك خلاص ما حدش يقدر يعمل لك حاجه بالظبط كده بس ابتديت بقى ان انا حاسه لا انا مش شبعانه شغفه او مش مبسوطه ان انا بطلع كل يوم كده مشوار بسيط وبتاع حبيت بقى ان انا اشتغل بيه ابتديت ادخل على السوشيال ميديا واشوف البنات عندي اوردرات وعايزه اوصلها ومحتاجه لو يا ريت لو بنت طبعا البنات وقتها كانوا بيشتغلوا بالمواصلات العاديه طب يلا انا معاكم اروح بقى اجيب الاوردرات واوصلها ويعني لقيت الموضوع فيه ربح وفي نفس الوقت انا مبسوطه جدا اعملي حاجه بتحبيها انا طول الوقت بسوق بقى بتعملي الحاجه اللي بتحبيها وفي نفس الوقت بتكسبي منها بالظبط كده الفكره بقى ان انا اعلم البنات دي حصلت من موقف حصل قدامي في الشارع كنت ماشيه وانا بوصل اوردرات قابلت بنت صغيره في السن شويه وماشي وراها ثلاث شباب بيعكسوها باسلوب مستفز مستفز اكتر ان مفيش حد في الشارع دخل يعني عارفه زمان بقى اللي هو لا عيب مثلا عيب ما تعملش سيبوها لا واقفين بيتفرجوا واللي يقول هي تستاهل هي لابسه مش عارف ايه الشارع كان زحمه انا كان عندي وقت ان انا يعني وراهم شارع كان مش عام شارع جانبي يعني فوقفت لها اركبي معايا انا هطلعك بره على الشارع تركبي اي عربيه او حاجه خدتها ووصلتها لحد البيت نزلت وشكرتني وبتاع وبعدين لقيت تاني يوم باباها بيتصل بيا وانا متشكر جدا واللي حصل وبنتي كان حاصل معاها هي بقى موقف وكانت ناسيه شنطتها مع صاحبتها فما معهاش فلوس تركب مواصلات المهم ايه فهمت يعني الموضوع ابتديت اتكلم معاها طب انت ليه ما تخليهاش تجيب سكوتر وتتعلمه بدل المشاكل اللي بتقابلها في الطريق وبدا هو بقى بيحكي لي عن الازمه ان هو بيضطر ينزل يوصلها عشان اللي بيحصل لا يعني جيب لها سكوتر وتبدا هي تتحرك بيه وتبداي تبقى مسؤوله عن نفسها بالظبط فعلا ست و100 راجل انتي هي اللي اتدخلت يعني طب انتي ايه تعرفي تدربيها وكده قلت له زي ما انا اتدربتها هدربها زي اللي انا بعرف اعملها واوريه لها وتعمل زيي وتمشي في الطريق دي كانت بدايه الموضوع وفعلا اتدربت ورحنا مع بعض عملنا الرخص نفس بقى الخطوات اللي انا خدتها انت خدتيها هي عملتها معاها بالظبط طيب حضرتك بقى استاذه كريمه دخلتي المبادره ازاي وكان برضو بتحبي العجل والحاجات دي ولا هو انا كنت على طول في المصيف بالنسبه لي بيتش باجي وعجل والفيسبا والحاجات الصغيره دي كنت هوايه لغايه لما بعد كده بقى في سكوتر ونزلت اتعلمت عليه وبعد كده اتعرفت كابتن رحمه برضو كان عن طريق السوشيال وكان بتديني اوردرات وهي كانت لسه ما شافتنيش متعرفنيش وبعد كده بقيت معاها على طول متعب على البنات او الستات ومربح في نفس الوقت ولا لا هو مش متعب لو انت عندك شغف ليه لو انت حباه لو انت حابه تسوقي اصلا بالظبط مش هتحسي باي تعب بالعكس انت بتحسي بمتعه فظيعه احساس ولا اروع بصراحه يعني فلا ما بتحسيش باي تعب خالص مفيش اي ارهاق انت طول الوقت على الطريق الهواء في وشك كده لما بتقعدي اصلا يومين ما تسوقيش بتحسي انت طب حلو الهواء في وشك بقى في الشتاء بتعملي ايه الهواء في وشك الهلمت وال بس برضو برد قوي اللي احنا في العربيه بنبقى بردانين لا الجاكيت وبتبقي مقفله والله برافو عليكي يا بوكي وبعدين عارفه يا فرح هي ما شاء الله كانت بادئه ان هي بس بتتعلم دلوقتي انت بقيتي مدربه كمان بيبقى ممتع اكتر لما تحسي انت بتعملي بيه حاجه مختلفه انا كنت بوصل ولادي بيه الدروس كنت باخد بنتين ورايا وابني قدامي ما شاء الله فكنت ببقى ماشيه في الشارع محط اعجاب كل الستات والرجاله اللي هو وفر عليا طبعا مواصلات جامده جدا ان انا اوديهم دروس واجيبهم من دروس ده كان ميزانيه تانية طبعا خالص. اكيد غير كده انت متحكمه في وقتك اكتر
بيوفر لك وقت فظيع. اه توفير وقت رهيب. إيه في عز الزحمه انت بتلاقي نفسك سالكه كده وعلى الطريق الناس كلها واقفين في الاشاره الحمراء وانتوا قاعدين. دي اللحظات اللي بتتصور بقى فيديو كده الواحد مبسوط جدا طلع لهم لساني وكده. النهارده يا انت لما خدتي الخطوه دي وقررت ان انت اصلا تسوقي سكوتر مش بس ان انت تبقي النهارده صاحبه مبادره وصاحب وكابتن لقيتي بقى في تعارض مثلا من اهلك من جوزك من ناس حواليكي الانتقادات حتى اللي كنت تسمعها في الشارع بتعملي فيها ايه؟ في الشارع ما بسمعش هاند فري وهلمت فما بسمعش بالعكس اللي بيحصل دلوقتي في الشارع وخاصه من الستات الكبيره بقى علامه اللايك بقى وعلامه النصر برافو وبرافو عليكي وربنا ربنا يسهل طريقك ماما لو كانت هتتبسط بيكي قوي فعلا برافو عليكي يعني الانتقادات السلبيه بتبقى من الشباب الصغير اللي هو ايوه انتوا دخلتوا بقى في كل حاجه انتوا قرفتونا بقى حتى ده كمان نط لنا ده فيديو كمان وانتوا بتسوقوا اهو معانا على الشاشه كوكي اللي ورايا اوكي كنا رايحين 57 كنت عامله رايد ل 57 ما شاء الله كان يوم جميل جدا بصراحه ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب عايزه اسالك سؤال بقى المبادره اسمها ستات على الطريق سيدات على الطريق أيوة. طيب يعني سيدات ستات والمبدا واحد ده معناه ان انتوا مش بتعلموا رجاله لا مش بنعلم ما يعني مالكوش دعوه خالص بالحته دي هم يعلموا نفسهم بقى عندهم هم يعلموا نفسهم بقى خلاص هم اصلا بعض وبيعلموا بعض اساسا بطريقه ايه اللي هو الشبحانه بقى خد بقى الغرزه دي واعمل مش عارف ايه ستات على الطريق ليها قواعد تانية وليها قوانين تانية وليها مسافات امنه بقى واحذر في ستات هنا على الطريق فخد بالك بجد يعني انت النهارده بتيجي تعلمي بتعلمي الموضوع بجد بشكل احترافي وبشكل امن يعني قولي لنا كده الحاجات البدايات لما تيجي التعليم بدايات التعليم في الاول خالص قوانين الشارع انت ماشيه في طريق مش لوحدك ازاي بتحافظي على المسافه الامنه بينك وبين العربيات ازاي بتظبطي ايدك على سنس البنزين انك تبقي ماشيه بسرعه امنه ان لو حصل لا قدر الله اي حاجه قدامك حد ضرب فرامل تقدري انت تلمي برضو نفسك وتمسكي نفسك ما تتوتريش وما تتخضيش بالظبط بتحصل في العربيات طبعا. وفي التريلات وفي كل حاجه في كل حاجه بنسوقها ده بيحصل فاحنا بالظبط بنعلمها ازاي بقى تتفادي اخطاء الغير ازاي تبقي ماشيه مركزه في 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 مرايات في يمين وشمال وقدام وورا والكلام ده كله بس طيب ايه يعني هسألك انت بقى ايه او اصعب موقف قابلك انت بشخص يعني حاجه شخصيه انت سايقه دلوقتي ومش معاكي ولادك مش معاكي اي حد انت لوحدك حصل لك موقف صعب جدا اللي هو قلتي لا انا حتى لو ده شغفي انا مش هسوق تاني لا مش عايزه اوقف الحمد لله فتره وقتي ما اتحطيتش في حاجه زي كده هو بس كانت كل مشكلتي لو السكوتر عطل وابدا ازقه في الشارع بلاقي بقى كل باصص اللي هو ايه هي ماشيه ليه كده طب نساعدك بالعكس كنت بلاقي دعم وناس كتير لو نساعدك محتاجه حاجه او كده انا اللي كنت بقلق بصراحه اقول لهم لا ميرسي تمام مش عايزه حد يساعدك انا ما حد يضايقك انا تمام طول ما احنا لابسين السيفتي محافظين على نفسنا ماشيين ملتزمين خلاص ما برافو عليكم بجد برافو لكن ما حدش بيحاول مثلا يكسر عليكي يضايقك وانت ده وارد ان هو يحصل ده وارد يعني حتى لو سايقه عربيه وممكن حد يستظرف ويكسر بس ده يوتر لا لو محافظه على ثبات الانسان الميكروباص لا ده موضوع دي حلقه لوحدها دي مش فقره دي حلقه دي حاجه ثانيه على كل الناس لا تقلقيش على كل صعب طيب رحمه النهارده ايه يعني اي احترافيه في الموضوع لا طبعا اكيد مفيش اشارات احنا ما فيش مرايات لا هو فجاه بتلاقي اصلا قدامك خلاص اصل انا بتكلم ان الموضوع ده بتحصل على الدائري حضرتك دي ثلاث حواري اربع حواري واقفين جنب بعض يجي واحد بقى عايز يطلع فهو كده من غير حتى ما يرمي بعينه على المرايه هو بيعمل كده وياخد بقى تحس ان هو ماشي الدائري العرض اصلا هو في طريق لوحده حبيبي مفيش حد بيفتح الباب بقى في اجره ورا ناقصه فيروح فاتح الباب بقى انا بعاني من الموضوع ده بعاني منه حقيقي يعني نفس المشاكل اللي بتواجه اي حد ماشي على الطريق مش بس السكوتر اكيد طبعا طيب النهارده بقى انت عندك مبادره وما شاء الله بنات بقوا كتير جدا تقريبا بقى كام بنت وانت ناويه ان شاء الله المبادره دي تكبر لحد فين لحد فين نبدا السؤال من الاخر انا نفسي اخش القرى والمحافظات نفسي كل بنت تبقى عندها وسيله المواصلات الخاصه بيها بتحصل مهازل في المواصلات العامه انا في يوم يعني بعد ما كنت بسوق خلاص وكابتن وكل حاجه بس اضطريت ان انا اليوم ده انزل اركب مواصلات وركبت اتوبيس
مش بقى هي حاجه كده يا مواصلات اصلا. عندك فوبيا من المواصلات؟ انا ما بحبش المواصلات. ليه يا رحمه؟ تحس بايه؟ حصل فيها كذا مشكله بالنسبه لي. طب خلينا بقى نعرفهم، ناخد بس الفاصل ونرجع نعرف المشاكل بالتفاصيل كلها. هنروح فاصل صغير ونرجع لحضرتك. رجعنا لكم مرة تانية عشان نعرف المشاكل اللي رحمة كانت بتواجهها في المواصلات. وطبعا ما اعتقدش ان رحمة بس، يعني في بنات كتير جدا بتقابل مشاكل سيئة للغاية في المواصلات، وان شاء الله ما حدش يتعرض لها تاني. يعني قولي لي بقى كمل. كانت انتهاكات، كان تحرش الشباب. انا مش فاهمة بصراحة ايه اللي بيدور جوه مخهم، بس كان دايما يحصل لي معاكسات بالايد باللمس. فانا كنت الاول بخاف فانزل، يعني اخاف اتكلم او اخاف اخد رد فعل. تاخديش موقف يعني؟ بالظبط. ابتديت بقى يعني فتره بقى ما ابتديت اشتغل بقيت مضيعه مرتبي كله على التاكسي مثلا. فدي برده كانت بتبقى مشكله بالنسبه لي. طبعا حصل لك فوبيا. لما حصل وبقيت اسوق السكوتر وبقيت يعني هو بيدي للشخصيه قوه اكتر. والموقف اللي انا بحكي لك عليه ان انا ركبت اتوبيس كان مع صاحبتي مادونا، ولقينا بنت بتتعرض لنفس المشكله قدامي بقى. فانا قمت بقى عملت الواجب. عملت ايه؟ لا احكي لنا التفاصيل. لا انا قمت ضربته. انا ضربته. هي الكلام ده عشان هي مؤثر في نفسيتها اصلا. بالظبط. انا قمت ضربته وما سكتنيش غير لما نزلوه وامين الشرطه خدوه. برافو عليك. انت مش من حقك، انت في دايره كده حواليا انت مش المفروض تقرب منها اصلا. طبعا. طيب بنشجع بقى على قياده السكوتر بسبب ان عايزين بقى نشجع حريه. عايزاكي بقى تقولي لي يا رحمه النهارده ايه الفرق بين الموتوسيكل والسكوتر، عشان في بنات الموضوع داخل عندهم في بعض. وكمان تقريبا السعر ايه يا كوكي؟ سعر السكوتر. السكوتر عشان مفتوح من قدام اولا. فده بيتيح لاي بنت ايا كان شكل لبسها، اللي بتلبس دريس بتلبس جيب اللي بتلبس نقاب. احنا معانا بنات منتقبه بتسوق سكوتر. تمام. وده برده حاجه من الاستقلاليه، وفي نفس الوقت عشان ما حدش يضايقها. البايك بتبقى قعدته مش لطيفه شويه، يعني بتبقى قعدته رجالي شويه، بيحكمك ان انت لازم تبقي لابسه بنطلون. طبعا هو برده متعه تانية خالص، لان هو بيبقى مانوال وبيبقى فيه سرعات وبتبقى السرعه بتاعته ازيد. فالسكوتر انا شايف ان هو مناسب لكل البنات ايا كان طريقه لبسها ايه. امان اكتر ليها يعني في طريقه اللبس. بالظبط. هو اوتوماتيك وفي نفس الوقت سرعته ما بتتخطاش 120. غير كده وزنه اخف بكتير، فسهل للبنات ان يتحكموا فيه. اكتر من الحاجات المانوال. وانت لما اشتريتي السكوتر بتاعك كان يعني في حدود الاسعار متوسط الاسعار؟ حاليا الاسعار بادئه من 18,000، بس شركات التقسيط دلوقتي تقدري ان انت بجزء من مرتبك توفري ده لنفسك. طبعا مقارنه بالعربيات هو ارخص بكتير طبعا، ولو قارنتي بينه وبين المبلغ اللي ممكن تصرفيه شهريا على المواصلات هتلاقي لا برضو وفر معاكي جامد، اللي هو انت بدل ما هتصرفيهم مواصلات هتدفعيهم قسط. لا فارق طبعا. لا وغير كمان ان هي بتشتغل عليه فيعتبر بيرجع لها الفلوس بتاعتها. بالظبط كده. بيصرف على نفسه وعليها. بالظبط. لا دي حاجه جميله جدا يعني. طب عندي سؤال بقى، في مواصفات او في شروط معينه ان انا اتعلم، يعني اتعلم اركب سكوتر ازاي او اعمل ايه؟ لا هو في حاجات بتسهل حاجات، يعني انت لو عندك مثلا خلفيه عن العجل، سوقتي عجل، فده بيساعدني جدا في البالانس. تمام. لان في الاول بتبقى البنت قلقانه ومتوتره، طبعا هو بيبقى اتقل من العجله طبعا، فالبالانس اصلا بيبقى في شويه مشكله. لو التوازن. بتعرف تسوق عجل. لو بتعرف تسوق عجل فده بيبقى اسهل شويه. ممكن ناخد التوازن في سيشن واحده. بجد. سنس البنزين بتاخدي برضو وقت على ما ايدك بتاخد فين النقله وفين امتى ازود وامتى اهدي والكلام. أيوة ده. أيوة. الحركات. طب عايز اسالك سؤال، في بنات جت وجربت وما عرفتش تكمل؟ في، بس انا دايما يعني كنت باخد معاها خط تاني بقى، انا جاي اخدك النهارده نفسح. طيب فراح اخدها ورايا. هي دايما بتيجي في السيشن الثانيه اما تحس ان هي ايه ده، انا بقى لي تو سيشنز ومش عارفه لسه اسوق. لا انا على فكره انا كنت زيك، انا حصل معايا 1 2 3، تعالي بقى ايه هفسحك.
واخدها بقى ونطلع على طريق مفتوح. فتنبهر جدا. ايوه تنبهر بقى تاني ويرجع شغفها تاني. مع السرعه كمان بيشد طبعا اكيد. طيب احنا بيغير المود جدا وترجع هوا هوا طبعا لازم يغير المود. طب احنا معانا بقى حبيبتكم مادونا سليمان مديره العلاقات العامه في المبادره. اهلا يا مادونا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا مادونا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كان نفسي يا مدونة ربنا يخليكي يعني كان نفسي جدا تكوني منورانا، بس خلينا كده تقولي لنا ايه دورك في المبادره، وخصوصا ان انت في العلاقات العامه يعني التعامل مع الناس، احكي لنا. هو الموضوع بدا معايا ان انا اتعرفت على كابتن رحمه لما جيت اتعلم سنتر، وعلى الاساس دوت اتواصلت معاها واتقابلنا وعلمتني. okay. بعد كده لقيت انه المبادره كان ممكن يكون محتاجه شويه ماركتنج وفي ار والجزء ده بتاع العلاقات العامه، فقلت لها خلاص انا هشتغل معاكي في الحته دي. وفعلا بدانا من النقطه دي، بدانا ان احنا نطور الصفحه، بدانا ان احنا نتواصل مع قنوات اخرى، وبدانا ان احنا نتواصل مع اماكن ممكن تبقى بتريكوجنايز او بتدي اهتمام للمبادره يعني. تمام. وعلى الاساس ده بدانا ان احنا النهارده اهو معاكم منورينا. احنا نبقى نور لينا وشرف لينا، وان احنا نبقى موجودين، لان احنا نفسنا ان الموضوع يبقى معروف اكتر وينتشر اكتر فعلا. طبعا، لان ده هدف اصلا من الموضوع، لانه هو بجد السواقه السكوتر هي زي ما بنقول كده هي ستيجما وستيريوتايب، او ان هو يعني معلومات خاطئه كده منتشره على مستوى المجتمع، انه السواقه دي غلط، يعني مرتبطه اكتر بالرجاله او بالشباب، وان البنت ما ينفعش انها تسوق سكوتر، او ما يصحش او ما ينفعش. فلقينا انه لا الست ممكن على فكره تعمل كل حاجه. يعني كنت بسمع كومنت انه لا انتوا مش هتعرفوا تسوقوا، فكنت حاسه اللي هو ما دام انت بتقدر تسوق اكيد انا هقدر اسوق، يعني اكيد طبعًا. الموضوع يعني هينفع يحصل، مش موضوع. لا احنا كمان يا مدونة في برنامج انت ما فيش حاجه اسمها مستحيل، او ان البنت ما تعرفش تعمل، او ان الست، او ده مجتمع ذكوري، احنا بنعرف نعمل كل حاجه. ايوه طبعا. والله فعلا احنا هنا يعني بنشدد جدا على الموضوع ده، ان احنا كل بنت تعمل ايه عايزاه. طبعا مفيش حاجه دلوقتي ست مش تعمل حاجه. الست نزلت اشتغلت سواق على توك توك وسواق على تروسيكل وبتسوق كل حاجه. طبعا احنا معانا طيار كمان. هو كان هدفنا كمان ان احنا نوعي المعلومات دي، ان احنا نوضح ده، وكمان نوصل للبنات، لان هو كان في كلمات كتير قوي. انا لما كنت ببقى مثلا بسوق سكوتر كان في ناس كتير قوي بتبقى مهتمه بالموضوع، بمستغربين، في منهم بيشجعوا، في منهم بيبقوا بيدوا جزئيه السبورت، ان هو ايه ده، الله، ده انتوا برافو عليكم، طب احنا عايزين نبقى زيكم، طب انتوا بداتوا الموضوع ازاي. وكان الموضوع بيبقى يعني انا كنت بحس بصراحه فخر ان احنا بنعمل حاجه يعني مش منتشره، بس انا بصراحه نفسي انها تنتشر، ونفسي ان الموضوع ده يوصل بشكل اكبر ان شاء الله، يوصل وياخد وقته كمان. جزئيه للسبونسرشيب يعني نتمنى ان شاء الله. لا هي ان شاء الله باذن الله. هو بس عشان الموضوع ممكن يعني الثقافه بتاعته مش موجوده قوي في مصر، لكن واحده واحده الناس هتاخد عن الموضوع ويبتدي ينتشر، تتعود عليه زي اي حاجه في الاول. زي اي حاجه في الاول بتبقى الناس مش واخده عليها ومستغرباها، وبعد كده بيتعودوا وبتدي كل الناس تعملها عادي. بالظبط، دي حقيقه. طيب بقول لك يا مادونا بقى، عايزه يعني قولي لي كلمتين لرحمه والكوكي. انا يعني بشجعهم من كل قلبي في المبادره دي، وانا بصراحه اكتر حاجه او سبب خلاني دفعني ان انا اهتم بالموضوع، انه انا حسيت انه لا، دي فكره محتاجه تظهر للنور اكتر ما هي موجوده. يعني هي كانت موجوده على مستوى بسيط شويه، لا احنا محتاجين ان الموضوع ده يوصل، وانا فعلا فخوره بيهم جدا ان هم بياخدوا الخطوات دي. كابتن رحمه ان هي اصلا الفكره جات لها، والاسم ان هو يجي لها سيدات على الطريق، واحنا موجودين على فكره، احنا مش مجرد موجودين في اي حته، لا احنا كمان على الطريق. ففكره انها كانت توصل الفكره دي، طبعا دي حاجه يعني فخر كبير جدا للمجتمع. طبعا طبعا كابتن سوكي طبعا فخوره بيها جدا ان هي بتشتغل بالموضوع ده. انا يمكن يعني لما جيت اتعلمت، انا بتعلم عشان يعني فور فان شويه عشان اروح شغلي، يعني ما كانش الموضوع ان انا اشتغل بيه، لكن يعني بصراحه انا فخوره بيهم جدا ان هي تبقى بتصحى الصبح وهدفها ان هي تاخد السكوتر وتنزل بيه وتشتغل بيه وتفكر في فكره بره الصندوق، مش فكره كل الناس بتفكر فيها، يعني مش مجرد مواصله فقط، لكن كمان جزء من يعني دخل مادي للبيت، ممكن كمان دخل مادي ليا انا شخصيا، انه تبقى البنت مش مجرد بتعمل حاجه بسيطه او بتشتغل شغل العادي، لا احنا كمان بنوصل ده ان دي شغلانه
ممكن الواحد يشغلها يعني، يعني مش بس يعني حكرة على الرجال او الشباب. فانا فخورة بصراحة بالفكرة، واحنا فخورين كمان، احنا كمان فخورين بيكم كلكم. ان شاء الله الفكرة تنتشر وتقدروا تساعدوا كل البنات اللي الناس بتضايقهم في المواصلات او اللي عايزين دخل، يعني غير المضايقة كمان البنات اللي محتاجين دخل ومش عارفين يشتغلوا ايه، حاجة هتسهل لهم وفيها متعة في نفس الوقت. اكيد اه بالظبط دي حقيقة. ويعني احنا اوريدي بنعمل دوت، احنا بنوصل الجزئية بتاعت احنا البنت بتيجي ما بتبقاش متعلمة للسكوتر، كابتن رحمة بتعلمها، بتديلها الكورس بالكامل، بيبقى على كذا سيشن او كذا حصه يعني. بعد كده بتبتدي ان هي تاخدها، لو هي البنت مثلا محتاجه ان هي تعمل يعني نوع من انواع الدخل الزياده، عشان مثلا زي ما قلنا قبل كده ممكن السكوتر ده بيجي بالقسط، لان ممكن البنت بتبقى بتعتمد على نفسها بس، ممكن عايزه تاخد ده كدخل زياده طبعا اضافي علشان تكفر المصاريف الشخصيه بتاعتها، عشان يعني تدفع فلوس القسط بتاعه. اوقات بيبقوا عايزين، ده بتبقى حالات قدامنا، او مثلا بتبقى محتاجه تزود دخلها بشكل عام. وبالطريقه دي هي كابتن رحمه كمان بتساعدها ان هي اما تشتغل في شحن المنتجات، يا اما ان هي بتساعدها ان هي توصل بنات، بس ده بيبقى من خلال صفحتنا احنا عشان نضمن سلامه البنات. يعني احنا ما فيش حد، دي حاجه برضو عايزه اوضحها، انه ما فيش حد يقدر ان هو يوصل حد باسم سيدات على الطريق الا من خلال الصفحه. يعني لازم اي واحده بتطلب اوردر ان هي مثلا عايزه توصل من مكان لتاني لمكان اخر، لازم يبقى من خلال صفحتنا، علشان برضو ما يبقاش في حد بيستخدم اسمنا علشان يقدم. اكيد طبعا صح، اكيد عشان دي الخدمات اللي احنا خاصه بينا احنا. وبنتمنى بصراحه يعني ده امنيتي الشخصيه، ان احنا يبقى عندنا حاله من السبونسرشيب او الدعم المادي او الريكوجنيشن من ممكن لو في مثلا وزاره الشباب والرياضه، نتمنى ده، او يعني يبقى في عندنا حد يقدر يسبونسر الموضوع، بحيث ان احنا نكبر اكتر من كده. اتمنى، واحنا بنشكرك جدا يا مدنة. ويمكن قالت نقطه مهمه، دايما وزاره الشباب في ظهر كل بنت واي حد بيعمل مبادرات، دكتور اشرف صبحي دايما بجد بيعمل كده. فخلينا بقى كمان ناخد بقى حسن من القاهره. حسن أنا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا حسن؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، واضح المعرفه. يا حسن بقى ايه رايك في المبادره؟ عجباني جدا. ماشي. انا مبدئيا بس ما اقولش الاعداد، بس انا اسف، انا جوز كابتن رحمه. ده انت واضح انك معجب قوي بالمبادره. قاصد بقى هي كسبت معانا هنا في الاستوديو، خلاص وشها جاب الوان. يا حسن انت لو شفتها دلوقتي متوقعه يا كابتن رحمه رحت فين؟ انا عايز اقول لك بس من الاول، المبادره دي حاجه كويسه جدا، هي اول ما عرضتها كانت متحمسه جدا ليها، وفعلا جابت نتيجه كويسه، وان شاء الله اللي جاي احسن ما شاء الله. هي باين عليها اصلا يعني الحماس، وما شاء الله على مكالمتك ومداخلتك، يعني ان انت في ظهر زوجتك ودايما على طول ما شاء الله ما شاء الله يعني. طبعا طبعا. عايز اقول لك المبادره والسكوتر والشغلها بصفه عامه فرق في شخصيتها جامد جدا للاقوى والاحسن، خلاها تعرف تسيطر على مواقف ما كانتش تقدر تفكر فيها اصلا قبل كده، تتحط في مواقف لوحدها وتخرج منها كويس، تتصرف كويس، تبقى عندها رد فعل سريع ما شاء الله. ودي خبره كويسه لاي بنت في الوقت دوت، مفيش حاجه مضمونه في الدنيا طبعا. ولازم الشخص راجل او ست يتعرف، يعرف ازاي يعرف يتصرف موقف تحت ضغط او موقف يبقى معتمد على نفسه، فده فرق جدا معاه. صح، ويبقى معتمد على نفسه كمان. يعني احنا بنشكرك جدا، انت كمان في ظهر زوجتك ما شاء الله يعني. لا ما شاء الله، بس يا حسن بصراحه كده صفها بيقول ان السكوتر مش هيحولها الراجل على فكره. طبعا يعني دكتور محافظه على انوثتها. الست ست والراجل راجل، احنا مش عايزين نتحول يعني. ربنا يخلي كل واحد كده. وفي دول لغايه دلوقتي منع الست تسوق العربيه، هي الست ما حولتش العربيه، ما حولتش الست الراجل لا خالص. هي علمتها يعني تعتمد على نفسها مواصلات. بس لا عندك مواصلات مش اكتر. هي مش بتحول حد لحاجه ولا تخلي الراجل راجل. يعني الراجل راجل والست ست، لكن احنا بنحاول بس ان احنا نساعد نفسنا. بنحاول نساعد بس نفسنا، بس حاجه بتحميك وحاجه كويسه. ايوه صح يا حسن. بس خلينا كده بصراحه، يعني في الاول كده انت ما رفضتش الفكره، ما خفتش عليها، قلت لا انت حد هيضايقك في الشارع، هيحصل لك اي مضايقات من شباب صغيره؟ لا بصراحه قلت لها كل كلمه قلت لها واكثر، هيحصل لك كذا، هيحصل لك كذا. طبعا الواحد اللي بيشوف حياته وفرق السن بيني وبينها والخبره، خلينا نشوف ظروف كتير مش كويسه، وطبعا اتمنى ان ولا حاجه من دول تحصل لها. بعد كده هيحصل لك كذا، هيحصل لك كذا، لقيتها لا هي مصممه وانا هجرب وهشوف. قلت لها طيب، بعد كده الوضع بقى اتعكس، بقت هي اللي خايفه من حاجات معينه تعملها ولا لا اروح. وانت بتفوز في ظهرها بقى خلاص ما شاء الله عليك. طب حسن خد الخبره كلها بقى بتاعتك انت محتاجاها، وانا واثق فيكي، دي اهم حاجه. طب حسن عايز اسالك سؤال بصراحه بقى، بتركب سكوتر ولا لا؟ ورحمه علمتك علمتيه؟ علمتك ما خدتش منها يعني؟ ما بحبش السواقه خالص. وطول عمري رافض اصلا فكره اجيب موتوسيكل او سكوتر، وما ركبتش غير معاها. يعني رحمه مؤثره اهو، مؤثره جدا. كان بيقلق منها؟
فلما لقاني انا يعني متحمسه جدا للفكره ابتدى فعلا يعني وقفت معاه كده شويه هنا بنزين وهنا فرامل هو انطلق يعني. انا بقيت اوقات كتير بقى عندنا رايد ياخدني ورا شويه انا اسوق انا وهو عشان احيانا بنطلع سفريات يعني فبتبقى المسافه كتير علينا اخده بقى انا وراي شويه كده. طب ده حلوه مختلفه طبعا اكيد يا حسن وربنا يخليكم لبعض بجد. واضح ما شاء الله الدعم على وشها ودايما بنقول ان ورا كل ست نفسها تحقق حلمها وتوصل لطموحها وتصدق نفسها ان يكون شريك حياتها بيدعمها زي ما انت ما شاء الله بتعمل كده وهو الدعم الاساسي ليها في حياتها فهيخليها دايما تعمل حاجات احسن واحلى. ده اي راجل وست واي علاقه يعني لازم تكون كده ان شاء الله. صح يا هايدي كلامك وبجد رحمه انا اتبسطت جدا معاكي وكابتن كوكي يعني بجد انتوا نموذج مشرف جدا لاي ست واي بنت انها تعتمد على نفسها وانها تحمي نفسها وان مفيش حاجه اسمها ده مجال ذكوري او اي حاجه لا الست بتعرف تعمل اي حاجه. بشكركم جدا 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 يا رب تبقوا استفدتوا واتاكدتوا من معلومه ان الست بتعرف تعمل اي حاجه في اي وقت وفي اي لحظه ومفيش حاجه هرجع اقولها تاني اسمها ده مجال ذكوري. انت تقدري تعملي اي حاجه ما دام ده حلمك. تعالوا بقى نروح فاصل صغير قوي ونرجع على فقره جديده. زي ما عودناكم كده كل اسبوع عندنا فقره مهمه قوي وهو كتاب يهمك نتناقش فيه معاكم نتكلم عن تفاصيله. بس النهارده معانا كتاب مختلف شويه اسمه تندر في بيت الجده سوريا. تندر والجده ازاي يعني سباق الأجيال ده حصل إزاي؟ اللي بيتكلم بقى عن حكاية البنات مع تطبيقات التعارف ونقدر نقول الصداقة وإيه اللي بيحصل لما البنت بتقرر تتعرف على شاب. هل في بنت ممكن تجرؤ وتروح تتعرف على شاب وترتبط بيه عن طريق تطبيقات على الموبايل أو عن طريق السوشيال ميديا؟ ده هنعرفه وهنعرفه كمان من صاحبة الكتاب الأستاذة سارة سيف ومؤلفة الكتاب وهي كمان صحفية. ازيك يا ساره؟ ازيك يا ساره؟ عامله ايه يا ساره؟ ازيك يا ساره؟ طبعا في البدايه بقى حابين يعني نعرف تفاصيل اكتر منك عن اسم الكتاب يعني ايه علاقه تندر في جده سوريا؟ يعني ايه العلاقه واشمعنى جده سوريا؟ اولا هو يعني تندر كان اول حاجه بيجي لي عليه تعليق ان هو اكيد مش ساندوتش يعني هو مش الساندوتش اللي بيبقى موجود يعني تندر ده ابلكيشن موجود المفروض ان هو يعني نوع من انواع الديتنج اب عندنا كان موجود في يعني هو اصلا موجود في اوروبا وبقاله مثلا عندنا في مصر بس تقريبا بقاله 3 4 سنين اكثر وجودا وقوه لكن قبل كده بكتير من 2012 تقريبا موجود بره. المتعرف عليه ده بيحصل بره عادي جدا لما تكوني مسافره وقاعده لفتره معينه فمش عارفه حاجه في البلد قوي فبتنزلي الابلكيشن ده علشان المحيط اللي انت فيه يظهر لك مين اللي ممكن تبقوا اصحاب تقابليه او تتقابليه في الفتره دي يعرفك المكان يعني بس احنا كالعاده في مصر من الحاجات دي بتتغير افكارها ومحتوياتها واشكالها بنعملها غلط بالظبط. ففكره تندر بالنسبه لي كانت تجربه صحفيه قبل ما تكون فضول كتابه. اوكي. يعني بحكم ان انا صحفيه انا شغاله في نص الدنيا في الاهرام فده كان نقاش كده عادي جدا في اجتماع تحرير بنتناقش عن افكار الحاجات اللي هي ليها علاقه بالابلكيشنز الجديده والحاجات اللي ليها علاقه بالخطبه وهرمونيكا وابلكيشنز الجواز عامه والتعارف. فالطلب مني زي معايشه بصراحه انا اتخذت لو ثانيه واحده معايشه لايه بالظبط يعني اللي هو ان انا ادخل الاب وان انا اجرب كاوردر شغل. فالاول اتخضيت جدا من الفكره وحتى اعتذرت عنها في التو واللحظه يعني قلت لا لا انا مش حابه ان انا اعمل ادخل واجرب عشان اعرف بيحصل ايه جوه وبعدين اكتب فلا اتخذت شويه وبعدين فقلت يعني طب ما هو الصحافه اصلا كده يعني هي الصحافه عباره عن ان انت تجرب حاجه وتستكشفها بطريقه معايشه مختلفه وتشوفها تجربه مختلفه بالظبط وتشوف يطلع منها ايه اصلا يعني. وعادي ان انت لقيت الحاجه مش قد كده قولي ستوب ومش عايزه اكمل. فخدت الخطوه قلت طب انا هجرب وادخل ونزلت الابلكيشن زي اي مواطنه مصريه بريئه عادي لحد هنا مفيش مشكله بس لكن طبعا للاسف الموضوع طلع يعني حقيقي يعني انا صدمت. انا واحده عندي 35 سنه ما كنتش مش باين عليكي خالص غنطوطه قوي ما شاء الله فحسيت ان الموديل يعني هيحصل ايه يعني وروني يا جماعه لو لا انا كاني اصلا عندي 4 سنين في الابلكيشن ده الحاجات اوسع واكبر وابعد بكتير من خيالنا ازاي لانه هناك الناس صريحه زياده عن اللزوم اذا كنا في مجتمعنا احنا بره ممكن حد يعكسك بس بشياكه بحدود برضه بحدود دايما عارفه توقفي كل حد عند حده لانه مالوش نتكلم معاكي بأكتر من كده انت هنا لا انت جايه لنا برجليكي فاحنا انت مباحه
بصي مستباحه، احنا هنتكلم زي ما احنا عايزين. وطبيعي ان انت كبنت فهو الراجل بيقول هو حاطط كل حاجه عنه زي ما انت حاطه كل حاجه عنك. بروفايل لنفسك، بتقولي انت عايزه ايه، داخله الابلكيشن ليه، بتطمحي لايه في الراجل اللي انت عايزه. يا نهار ابيض، ده تفاصيل جدا. اي بس وده الطبيعي في الحاجات دي، وده عشان كده بنسبه كبيره هو مرفوض في مجتمعنا الشرقي. وقبل ما نتكلم في الموضوع، انا الكتاب بتاعي بالنسبه لي بقول انه لا خلي بالكم، انا كتابي مش يعني تشجيع. ايوه طبعا عشان اكيد طبعا. اكيد انت طبعا. هدفك ايه من الكتاب؟ لانه انا لما اتخذت في الاول، انا خرجت بعدها ب 24 ساعه من الخضه اللي شفتها. انا كواحده في مجتمع شرقي، في مجتمع الكلمه الواحده، الكلمه نفسها كانت بحس انه ايه ده، ازاي في كلمه حد بيستخدمها او بيقولها او بيطلبها. فلما اتخضيت وخرجت كنت حاسه ان في مسؤوليه ما عليا بتقول انه طب انا عندي الكنترول بتاع نفسي ان اخرج، لكن غيري ما عندوش. واحده ممكن تقعد ويعني تتشد جوه او تقع في الحفره ما تخرجش. بعدها فترة خدت القرار انه طب انا ممكن ادخل تاني بصفتي بقى اللي هو الحد اللي بيعمل ريسيرش. انا هنا بقى ايه، خلاص انا دخلت، انا الاول دخلت وشفت واتخضيت، طب انا بقى داخله لكم بقى، داخله برجلي تاني، داخله برجلي تاني وعارفه انا عايزه ايه وعارفه انا عايزه اعمل ايه. وقتها كنت داخله اسمع حكاوي من الناس اللي بقابلهم، وباختياري بعرف اتكلم معاهم بحدود برضو. ما هو انت في الابلكيشن تكنيك من الابلكيشن ان انت بتسويب رايت على الشخص اللي انت شفتيه انه مناسب، البروفايل بتاعه مناسب ليكي كافكار ككتابه الكلام ده. مش بالضروره على فكره يفتح لك شاتنج معاه الا لما هو كمان يبقى عايز يتكلم معاكي بالظبط. فحسب بروفايلك وبروفايله ماتشنج، خلاص بتفتح البوكس للكلام، بتتكلمي، بتعرفي، حسيتي ان انت عايزه تكملي كلام اكتر وتخرجيني للعالم اللي بره، انك بقى بتليفون، انك بتقابله واتساب. لان جوه بمجرد ما بتقولوا سلام او ان انتوا خلاص مش عايزين تتكلموا تاني، مش بتظهروا بعض تاني، الشاتك بتختفي اصلا. بس انا بقول ان يمكن الحاجات دي متفتحه زياده عن اللزوم علشان دي مجرد شاشه. يعني انت لما قلت لي من شويه على ارض الواقع في حدود، عشان على ارض الواقع انا عيني في عينك فاكيد انا بني ادمه بتتكسف، واكيد بني ادمه عندي قيم. بس الفكره برضو في انه لما حد بيبقى على الشاشه هو مش شايفك، فالموضوع بيبقى مباح اكتر. بالضبط. يعني الشاشه دايما عشان كده بنحذر منها جدا، لانه طبعا مش حاجه القيم والمبادئ مش بتتحط في الشاشه، ما انا مش متشاف كده كده. بالضبط. لا هو كمان اللي بيدخل اصلا من الرجاله من الناحيه الثانيه هو عنده الفرصه انه يكون بحريته زياده. طبعا لا انا براحتي بقى هنا، انا وانت اللي داخله بنفسك، فهو شايف ان انت داخله انت عايزه حاجه معينه او موافقه على كل الشروط اللي جوه. طيب. حسيت ان الموضوع كان هنا بقى اللي هو لا هنا في حاجات كتير، تفاصيل كتير اللي خلاني اكون فكره الكتاب، وان اخلي فيه بطله. أيوة. هي اللي بتحكي انه لقيت في السوشيال ميديا مره في اللي هي الحاجات اللي زي سوشيال بروبلمز اللي هي بيحكوا مشاكلهم. فبنت بتقول انا نفسي اتجوز ونفسي ارتبط، وانا الاول مره بدخل اسيب تفاصيلي على برنامج ليه علاقه بالتعارف، انا غلط يا جماعه، انا اعمل ايه، انا 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 خايفه اكون اخش العالم ده. فحسيت بقى ان هنا بقى تربط الافكار ببعضها. طب انا كده دخلت وعندي تفاصيل مع ناس قابلتهم، فحسيت انه طب البنت دي انا حطيت نفسي مكانها، انا ندى اللي هي البنت اللي داخله بتسال سؤال هو انا كده غلط، فعملت لها القصه بتاعتها. ندى البنت اللي قاعده مع ثريا. اللي هي مين ثريا بقى المفروض؟ ليه اخترت ثريا؟ ثريا كل حد فينا عنده جدته دي الحته الخضراء اللي في حياته. فعلا. يعني لا للاسف ما عصرتش للاسف. يعني ربنا يرحمها ان شاء الله. يا رب يرحمهم كل جدتنا يا رب. هو بالضبط كده، احنا في حته حميميه قوي بتربطنا بجدتنا. اكتر واقرب من امهاتنا كمان. طبعا. يمكن هم الحته اللي بتدلعنا دايما، والناس اللي هم اللي بيدلعونا، يسمعونا، يسمعونا، نعمل كل حاجه في حياتهم. وبعدين بقى ايه، بتحكي لها كل البلاوي اللي بتعمليها في حياتك. فيمكن عشان كده اخترتيها. بالظبط. انا حبيت ان انا اخلي العلاقه الحميميه دي، احنا مش عندنا علاقه المفتوحه دي بينا وبين امهاتنا، ممكن تكون خطا، تخافي تجادج بقى تحكم عليكي في حياتنا او في مجتمعنا. للاسف العلاقه بينا شويه ايه، ماما وبنتها بنخاف نقول كل حاجه. صح. هنقول بس حاجات معينه، بس يعني يعني بنراعي ان دي الام برضه. بالظبط. طيب عايزه اسالك سؤال، ايه المواجهات او الصعوبات اللي انت قابلتيها وانت بتكتبي الكتاب؟ يعني كده قابلتي بقى مشاكل شويه حاجات كده تفاصيل. الكتاب اصلا كان بالنسبه لي كان فيه حكاوي كتير. تمام. انا كانت مشكلتي ان انا عايزه الخص الحكاوي دي في اربع خمس حكاوي يبقوا هم اكتر حكاوي الناس تقول انه شبهنا قوي، او انه ايه ده احنا ممكن يحصل لنا كده من غير ما ناخد بالنا. ففكره الانتقاء، ان انا ازاي اختار من المشاكل الناس اللي قابلتها او الرجاله اللي سمعت منهم حكاوي، ازاي اخد اربع شخصيات يكونوا ملمسين قوي معانا
شبه حياتنا قوي، اللي هو ايه ده انا ممكن كان يحصل لي كده فعلا. طب ادلنا بقى كده يعني نقدر نور لنا على كل شخصيه من الشخصيات دي. هو انا في الاول اللي اخترت ان انا تكون شبه شخصي يعني جيلنا، اللي هو البنت الثلاثينيه اللي لوحدها من غير اب وام، ووحيده زي ما البنت انا كانت بتقول انا لوحدي ونفسي ارتبط. فالعالم المجتمع بتاعها ما كانش فيه اوبشنز انها تعرف زمايل او اصحاب او كده، فبتقرر تخش العالم ده. الشخصيات اللي بتقابلهم مختلفين ومتنوعين جدا، بس 90% منهم داخلين بفيك اكاونت شخصيه وفيك ريل لايف، اصلا هو دي مش حياتهم اصلا. فكل واحد داخل، اللي متجوز وبيقول انا متجوز هو مش سعيد، والحكايه المالوفه بتاعت الرجاله انا مش مبسوط مع مراتي، وداخلين فكره اللي هو الوان نايت تو، انا داخل اتكلم وارغي وهختفي من حياتك وهمشي. فده جزء موجود، شخصيه موجوده. في شخصيه الراجل اللي بيديكي كل حاجه، انه ليه لا ما نجربش، ما تخليكي بحريتك طالما مش عارف ايه، طب ما نشوف ونخرج ونتقابل، بيستدرجها وانا منفتح جدا لكل حاجه، ويديها كلام بقى يقنعها. مش انت بتحب تقري كتب؟ طب ما الكتب بتقول كذا، طب ما على فكره دي ما قالش كذا بس قال كذا، بتدخلها من الحته العلميه بقى، يشغل لها دماغها الحاجات اللي هي فاكره انها عارفاها او فاهماها. ايوه طبعا، فتقتنع بكلامه شويه. وده مجهود، اللي هو يبدا يجي لك في حتت كده ثغرات، اللي هو ما هو ده بيحس انه عنده حق فعلا. إيه ده؟ طب انا بخرج وبقابل ناس فعلا، يبان منطقي شويه، ليه ما قابلوش بره زي ما بقابل انت لو بتعني مش هتكوني منغلقه كده، انت ازاي دماغك محدوده كده؟ فحسيتك ان هو في تحدي لنفسك، ايه ده؟ طب ما هو هقابلك على فكره، انا واثقه وانا واثقه من نفسي. أيوة بالظبط، وانا مش هعمل حاجه غلط، وانا مش عارف ايه، بس هي شعره بقى، وهي عارفه اللي هي مش عارفه بتقابل مين يا دنيا، بتتحرك. فطبعا ده كان كاركتر تاني بتقابليه او ندى بتقابله في البرنامج وبتتعلق بيه بالمناسبه. وفي الشخص اللي بعد ما بيقابلها او بتعرفه اكتر وتقرب منه اكتر، تكتشف ان هو مستغل براءتها قوي، وبيقول لها كده لا انت انضف انك تكوني في العالم ده، هو يطلع كويس بقى، بيطلع كويس، بيقول لها انت يعني انا كنت اصلا عايز اخدعك اصلا، يعني انا بسلى بيكي وهعمل بس حسيت ان انت انضف من المكان ده. بس دي جرأة منه. هو طبعا خلي بالكم من حاجه، هو القصه اللي انا حكيها 40% منها يعني الشخصيات حقيقيه، بس 70 او 30 يعني سوري 70% انا بقى مكمله خيال لانه انا ما قابلتش الناس دي، ما كملتهمش بره. امال عرفتيهم منين؟ لا يعني انا دخلت الابلكيشن اتكلمت معاهم شاتنج، لكن انا ما قابلتش حد بره. يعني القصص حقيقيه بس البني ادمين خيال. بالظبط، يعني انا قابلت فلان الفلاني، اللي هو مثلا انا في القصص في كريم وفي محمود وفي حسن، الناس دي اسماء طبعا مستعاره، بس هم شخصيات انا قابلتهم في الابلكيشن. لكن انا اكيد ما خرجتش، ندى خرجت ممكن تكون في القصه خرجت مع فلان بره، طبعا قابلته، عايز تعرف هو ممكن يحصل معاه حاجه او لا، لكن انا مش هخرج مع حد بره. يعني اضفت جزء من الخيال طبعا على القصة. تخيلت ان انا لو استسلمت للواقع ده ممكن يحصل لها ايه. ندى بالفعل استسلمت، سابت نفسها الاربع حكاوي ياخدوا كل واحد خد من روحها حته. طب الحكايه الرابعه اللي عليها سبوت، الحكايه الرابعه المنقذ بتاعها، لانه هي كانت لازم حد يفوقها. صح، مين بقى كان المنقذ؟ الحد الحقيقي اللي في حياتها. هي كانت بتبقى في القصه بيقابلها شخص ما في حياتها، هو بس اللي بيراقبها من بعيد لبعيد، يعني زي ما بيحصل كده مش في الاحلام ولا حاجه، في الحقيقه بيبقى في حد مركز معاكي بس انت مش شايفاه. والله فعلا انت حقيقه، وبتبقي فاكره ان انت ايه ده، هو انا امتى بقى صاحبتك او زميلك، امتى بقى هو حد يركز معايا؟ لا مش شرط صاحبتك او زميلك، على فكره في ناس بتبقى في حياتنا وانا يعني على هيئه صديق فعلا زي ما هايدي قالت، بس هو في الحقيقه ما بيكونش صديق. بالظبط، يعني هو فعلا بيكون بيحبها او في مشاعر يقولها فعلا، فهي بتبقى بتتفاجئ ان في شخص كده، بس هو بيعرف بطريقه ما في الروايه انها متعلقه ومتورطه بالبرنامج ده، هو بيحاول بطريقته ينقذها من العالم ده بحاجات حقيقيه في حياتها. هي حد عنده احلام وطموحات بس ولا مره كان عارف يحط ايده عليها، فبيشغلها بالحق عن الباطل. انت كده يعني صحفيه شاطره قوي ما شاء الله، ان انت عارفه تدمجي كل الشخصيات دي وتكملي من الخيال كمان. هي كاتبه شاطره كمان، صحفيه، برافو عليكي بجد، برافو. تسلمي، ربنا يخليك. طيب النهارده بقى بعد ما كتبتي الكتاب، حسيتي ان في بنات فعلا كانت دخلت في الموضوع ده، او في بنات بعتت لك مسجز قالت لك احنا فعلا الكتاب فرق معانا، احنا كنا فعلا هنتورط في حاجه وحصل خير يعني ما قريناه؟ انا اتبسطت اصلا ان الكتاب كان متوفر على ابجد وعلى ابلكيشنز الموجوده اللي هي البي دي اف، غير ان هو موجود في المكتبات وكده. كان عاجبني فكره انه يكون متوفر بطريقه اسهل شويه من حد مسافر حابب يقرا حاجه اسرع على الموبايل على تاب، مش بس كتاب. فكنت بخش ادخل اقرا الفيدباك اللي موجوده على الابلكيشنز ديت، فكان بيعجبني ان هم مخضوضين من فكره ان في حد لسه في 30 سنه، عندها 30 سنه او حاجه و30 ولسه بسذاجه دي. انا عاجبني ثقتك بنفسك وانت بتقولي السن،
انا عاجبني ثقتك بنفسك وانتي بتقولي سنك على الهوا. لا لا انا اتعمدت ان انا اختار السن ده انه لان انا عشت مشاعري حواليا ناس ثانيه سني ده. لا في سن انا قريت كتير جدا 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 وانا بكتب عن احتياج السن ده، السن اللي هو ممكن يكون مشغول بتفاصيل كتير قوي في حياته بس هو في حته فاضيه. وبعدين عارفه طبعا حته يعني مهمه كمان جدا جدا المشاعر دي ان حد يعوضها له. ممكن تكوني بتشتغلي وحارقه نفسك طاقه ومجهود وهنا وهنا، فهي في حته بتاعت بالليل دي اللي انا هنام لوحدي. أيوة. هصحى محدش يطمن عليا، محدش بيكلمني، بس المهم انها تبقى حته مظبوطه، مش ان انا بس بملى الفراغ اللي عندي بحد مش شبهي ومش مظبوط ويبقى برضه مش مبسوطه. هو ده اللي انا كان قصدي عليه، انه انا حاولت ان انا ابين انه ندى في منها كتير قوي، والله ما خيال، ندى قصه حقيقيه جدا وموجوده وتعلقت بشخصيات شفتهم وقابلتهم. يعني اعرف ناس في السن ده، مش شرط كامل السن ده، في المرحله اللي هي بتاعت الاحتياج ده بيتعلقوا بقشايه. ما هو المشكله لو القشايه دي في ابلكيشن هروحها. يعني البنت لما بتحس ان هي كبرت، وده احساس مش صحيح ابدا، لان الاوبشنز وانت صغيره بيبقى الناس حواليكي ومش عارفه، لما بتكبري بتبتدي تحس زي ما انت بتقولي بالاحتياج، بالوحده، ان انا لا لازم بقى ايه ابتدي اشوف طرق تانية للتعارف، لازم مش عارفه ايه، فبتبقى على قشه. على قشه بالظبط. هي بقى دي القشه اللي كانت بتروح لها. فهي زي ما قلت في الاول، مين اللي هيبقى عنده القدره والكنترول بتاع نفسه انه يسيطر على نفسه وقت ما يحس انه بقى في خطر، او بعد ما بحس انه لا ثانيه واحده انا هنا رايحه لسكه ثانيه مش عارفه ارجع منها. فانا لما كان بيجي تعليقات على الموضوع ده كان في كذا حاجه بس فرقت معايا قوي، ان الناس كانت قالوا ان انا استخدمت الفاظ وتعابير سهله وبسيطه احنا بنحس بيها، قريبه ليهم، قريبه بيننا، او كل واحد فينا حسها من جواه واتكلمت فيها بشكل بسيط. وان هي بس مش فكره انها واحده تلاقي حب، بس هي كانت بتدور على الونس كمان. هي عايشه مع جدتها، بس هي لازم الناس تفهم الونس يعني هي لازم الناس تفهم انه الارتباط والجواز والحاجات دي كلها مش انجاز غير مع البني ادم الصح او الاحتياج المظبوط، عشان برضو الناس ما تقولناش ان هو الجواز والارتباط ان لما البنت بتوصل عند سن معين، لا، مهما وصلتي عند سن معين وقابلتي حد غلط برضو تفضلي متورطه، هتدفعي الثمن ده اصلا، صغير سنك هتدفعي بالظبط. دخلتي غلط كملي غلط، هو مش انجاز غير لما تبي انت عملتي ان انت تحسي بجد انا مع الشخص الصح، مع الشخص اللي بيحس بيا، مع الشخص الونس الحقيقي. صح عندك، مش اني بس متجوزه او اني بس مرتبطه. بالظبط كده. انت قلتي يا فرح الجواز مش انجاز والفكره كلها في اختيار الشخص. صح. احنا يا ساره بنشكرك جدا على الكتاب وبنشكرك على وجودك معانا، نورتينا يا ساره، ودايما كده مكسره الدنيا. يعني زي ما كانت ساره بتقول الجميله ساره سيف الكاتبه الصحفيه، بنشكرها جدا بجد على الكتاب. بس فعلا فكره الارتباط والجواز هو مش اكبر انجاز في الحياه، الفكره كلها انا هختار اكمل مع مين. هي الفكره ممكن النهارده انا ارتبط وبعد 10 سنين برده ممكن ارتبط، بس بدل ما اقضي 10 سنين دول في معاناه، لا، انا اقضيهم مع نفسي واشتغل على نفسي واعمل البيزنس بتاعي واطور من نفسي. فالفكره كلها في الاختيار الصح. انا ممكن اقول حاجه اخيره، انا اسفه جدا هقطع. طبعا اتفضل. لا اخر حاجه بس، ان انا الكتاب او الابلكيشن بشكل عام انا بقول انه لو عايزه تدوري على حاجه دوري عليها حواليكي، بلاش هنا. يعني يمكن تجربتي في الكتاب كلها على بعضها ان بقول انا عملت حاجه عشان اقول لكم انتوا خلي بالكم. لا طبعا ما تقلقيش، انت صورتك كويسه والناس عارفه ان انت بريئه بيها، ما عملتيش حاجه في الابلكيشن. يعني احنا نشكرك يا ساره تاني، واكيد اكيد اتمنى ان تكون الحلقه النهارده عجبتكم والمواضيع اللي طرحناها فادتكم، وكل التفاصيل اللي حكيناها كده دايما مع بعض، واي حاجه انتوا حابين احنا نتكلم فيها او حابين ان احنا كمان نقترحها، يا ريت تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وتبلغونا دايما اول باول كل حابين نتكلم فيه مع بعض. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده ودايما مع برنامج انتي. نشوفكم على خير.